السلام عليكم، كيف حالكم؟ شو اخباركم؟ تمام، جاي لكم الحين اليوم مقطع جديد. ايش مقطع اليوم؟ ميمز. فلا تنسوا لك اشتراك سيارة نجد تاب صندوق استبنى الكام تابعنا سناب بعد ولتس جو نبدأ المقطع. رحت تبات عند الولاد خالد. اسمع نسوي نفسنا نايمين الين اهلي يناموا وبعدين نخرج. تمام تمام كف. جو نام إيه كثير مرات كذا تبي تبات عند واحد من قرايبك ينام. طبعا ليش تقول لي تعال بات؟ شوف حاط قياس يمشي عليه. اوكي شغلك صح. ليش شلته؟ وبعدين ها صار حلاق ما يضبطها زين والله يحس بالبراد. ماش سوى احصائية. شوف هذا عنده وصفة والله يمدحها عن تجربة، يعني حبة ثوم زين رقم 2 البصل هذا الصغير عاد هذا شنو مركز 3 زنجبيل رقم 4 ما ادري شنو شكله شامبو بس انا اعتقد هالطريقه الفيروس ينحاش من الريه يروح ريلك. الله يزغني لا يغط هذا الاسم هذا فوز رهيب 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 مرة وغالي علي مرة صراحة. أنا الشخص ذا أنا أحبه مرة مدري ليش نازل يصيد السنافر. استغفر الله العظيم. ما حد نايم في أمان الله. اي هذا ايام كانت الاونلاين كذا الصوت مزعج مره. عاشة الرسامات حداك تكتب اسم اخر واحد فيهم ولك مني مليون. واتس ذا نيم؟ او نو تيجي واتس ذا نيم؟ شومو واتس ذا نيم؟ انقنق نن نن انقنق واتس ذا نيم؟ ابو والتو ابو واتس ذا نيم؟ شاكوا الوحيد الصح بيناتهم. واتس نيم؟ بيليسي. واتس نيم؟ كاكوكو. واتس نيم؟ دونيا. واتس نيم؟ ماما قايكو قيلا. ايه؟ ماما قايكو قيلا. واتس نيم؟ ماما قايكو قيلا. استغفر الله العظيم. الله يثبت علينا العقل والدين. Evet arkadaşlar, kocayı ve maçlarını beraberiz. Evet kocayı, şehrin mi size iyi geldi mi? E tabi iyi yönleri de oldu yani. Lan maçayı demiyorlar Allah. Bu had geldi sattak maşa var. Kocayı ve maçlarını beraberiz. Evet kocayı, şehrin mi size... Sağolun. Ya hayal, بس بدي اقول شيء. انا انتبهت على ذا الشيء في المونتاج. ترى انا اكثر ضحكاتي صامتة. يعني زيك. ما هذا بحق الجحيم. يمكن اكون كذاب ما ادري بس انا اكثر ضحكات صامته. فلتر يب. انا بنصل فايت انه خرجت ضغطت زر اللي يرقص. يا عيل قبل شوي قبل ما اصور جاكم جيم رهيب 14 كل كذا الشق. اول مره احب سيزون ذا. سيزن ده خايس بالنسبة لي. هذا رهيب أيمن. اليوم بخليكم تنامون. التحلية جديدها مرة. من بعد. ألو. هلا. خطفتوه. يلا الحين جاي. يلا يا سام. حقين الاسم آر أو أسمر بنسير نسميهم أسمر كذا. غبياء سبايك يقهروا مرة. ها
اقسم لك كان كذا قاعد كيف جنون مدري وش قلت خليك تنام. استغفر الله اللهم لا شمت اللهم لا شمت. استغفر فهد سالم مقابل مليون ريال. بالنسبة لي ياسو بجدارة ايش كان انا ما احب سبحان يا اخي ما احبها الشخص هذا انا ما احب او ما استلطفته كيوتيوبر. يقول انحف انا اقول لك خلاص انه علمتنا التجاري ان الزمن دوار والعالم اجناس الله يبيض وجه من يستر العيب والله يسود وجه من يفضح النار. سلامتكم يلا دوس جت مكافأة يا عيال لعبة البنات خلوها علي انا. ما شاء الله ايش اخبارك انت طيبة؟ الحمد لله حلاوة انت حلاوة انت عسل انت مو عسل انت مو حلاوة انت حلاوة حمرة انت حلاوة انت سكر شكر انت فراولة فراولة كيكة كيكة حلو 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 كيف كيف على الكاريرة برب الكعبة عطت علينا كذا علي تستاهل تستاهل يا أخي. شف شف أنا بعطيك قاعدة في الحياة أنا اليوم صرت مكاوي أوكي ما في بنت في الحياة تحب دول النوعيات أبدا خلك خلاص خلك على طبيعتك خلك رجال من الأخير خلك رجال وشوف البنات كيف راح يتونك لعينك برضه بس إنه يا أخي لما كذا يا أخي تصير على زي ما نفسيتك تبي أنت يعني كذا رجال مدب خلوق أوكي ثقيل أهم شيء إنك تكون ثقيل أنا مو بثقيل بس نصير ثقيل أنت يعني أنا اليوم صرت زي مكة ويعطيك نصايح ما تصير لي أنا فأنا قاعد أعطيك صير ثقيل ورب الكعبة ترى ما في أي بنت تحب الخفيف إن شاء الله بكرة. em ơi xin hãy là nhân diện hữu em sẽ lại đến và rồi sẽ lại đây anh vẫn kể lại những câu chuyện cũ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الحمد لله قاعد أصلي الحمد لله قاعد أصور صلاة الصبح هالدرجة ما في ثقل. هذا حق سكر يا تعرفوش اللي يقهر انه الدواء ذا حق سكر يعني للناس اللي فيهم سكر ياخذون الدواء. الله يشوف كل مريض هذا للي 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 الاسطوره. السلام عليكم ان شاء الله كلكم قمتوا تصلون الجمعه لان اللي ما قام يصلي الجمعه زق. عطاك على عينك اللي ما صلى الجمعه زق. اسمع ترى الولد ورث من ابوه 200 مليون الله يرحمه. طبعا الشخص هذا ما لا تعليق حرفيا كميه ابداع فيه رهيبه. حاولت مهد الموضوع لينصدم يموت عليه. لا لا ما عليك ما راح يموت انا بظبطه بامهد له ان شاء الله يا رجال. ابو ناصر كيف حالك؟ كيف الاخبار؟ زك طيب؟ تخيل تخيل جتك 200 مليون جتك 200 مليون كيف؟ لك نصها شفت هدف مترو اجى عبد المعين لعين طلع عبد المعين بده مين يعين يا لعنه ما طويله كان صاحب البغاء انا بس موجوده الى كلام تواصل ما في جوده جيده وانا يعني انا متاجر وخبير بها يعني مو حلوه اقدمها للشركات فبعضهم صار غصه عوضه من جد يا عيال الكائن هذا ما ادري انا ليش ما استلطفته هذا اول شيء ثاني شيء يا خلاص انت قاعد تشوف انه ما في اي احد يتقبلك يا اسكت شد اثمك يا قوم اطلع من المجلس وخلاص رب الكعبة حتى الببغاء قاعد يسوي كذا يعني خلاص اس طلعت روحه. استغفر الله هذا ايام الطفرة دير هرم والله يا ذا اللي يقهر صح؟ ايه نصري
ماذا لو سادة حلقها عدلية وقالت الله يبارك فيك؟ ألف مبروك عدلية خانو، مبروك علينا الحسب والنسب من ست الحارة. تسلمي يا عدلية، الحسب والنسب إجانا منك وبس. لك تسلمي يا بنت الحسب والنسب. الحسب والنسب عطينا للي ما عنده يا عدلية خانو. كل مين بيعرف شو حسبه ومنين إجا، واللي ما بيعرفه يسأل الناس عليه. هلا عيبونا من هالسيرة يا جماعة وفرحوا لدلال. يا عيال أنا عدلية هذه أكرهها كره مو طبيعي. رب الكعبة تقهر تقهر كذا، دايما تسوي فتنة. أنا ما أدري إيش ما قهر صراحة، ما أدري. استغفر الله العظيم يا أخي، حرام يا أخي. يا أخي حرام. بس يا أخي مقطع رهيب والله العظيم، المقطع رهيب مرة. وإلى هنا وصلت الحلقة. تسوى لايك واشتراك حسابات مجلسة صندوق استبن عليه كام تبني أسنى بعد. صلوا على النبي سبحان الله بحمد سبحان الله العظيم، ومع السلامة.